غير ايديك. بيقولوا بيخلق من الشبه 40. معقولة مثلا شريف يشبه سيباستيان؟ خلونا نشوف هالمقلب سوا. ايه سيد شريف تأخروا كثير ما هيك؟ معلوم تأخروا. ما عليه يلا ما صاروا الا يوصلوا على كل حال ما تعطى الهم. اثبت شيء من هون ليجوا بحكي لك ياك شو نكتي. يلا خبر. مع اني كمان بقدم برامج وبحكي لك. ايه ما هي خبر عندي فكرة. رحت مرة على كشمير. بقى كشمير بتجي بين الهند والباكستان. عندي سوق لكشمير في شغل كثير بدي اجيب بدله صيفيه. فت لعند خياط ما بيحكي الا لغه هنديه. هنديه. هلا انا اشره وهو يأشرني اشره انه بدي بدله صيفيه ما يفهم علي. قام قيسني بدله ستاتيه لبستها طلعت المعده مكشوفه. هلا طلعت بالشوشه سب صغير مضايق امه ما عرف وين هي. مصابه امه مثلي ناصحه وحنطيه. راح لخبط فيه مش عشان بتلقت فيه شو قال لي امه بابو طلعت فيه لك شو بده مني ماني عارف. اني امشي وملقت بالطوب على جنب شو يقول تومي ميراي دنيا ميري ميابي وميت ميري دو بالله انا شكري ميراي اما قلت له اني والله مش امك وفيك تمشي غريبي لامك وماني فاهم عليك شي رد علي وقال لي سني تومي ميراي طلع مش حد علي وانا ماني فاهم عليه لما منيح بس نهاره طبعا مش الحال ايه بس هيك رزقه يعني بالطريقه انا ما بعرفه بس طب كيف عرفت انه عم يشحد عليك بما انه ما بتفهم ماسك ماسك الثوب ورقت ايده هيك عم يقول سني طمي راجي وهنيك عم يعطوه مصاري وانا ثابت ماشي على جنبه هذه اللي حتى عرفت ما بعرف عم يطلع فيك نعم يا تعرفي حضرتي؟ لا عم يطلع فيك يمكن بيعرفك لعلك معقول يعني كنت عم بحكي النكتة او شيء؟ يمكن استخدمك هالنكتة لأنه استغرب فيي انه عم بحكي بصوت صغير وصوت كبير معقول هيك طيب هلا بدك تخبرني كيف حافظ هول الكلمات الهندية ما هو دائما سيباستيان وينك؟ ليش عم تخبطني؟ ما عرفتني؟ ما عرفتك؟ لا ما بعرفك مينك انت؟ لك ليش ضربتني بالاساس؟ ليك بطل يعرفني هلا وين بعرفك انا؟ باريس كنت عمين معروف على جنب ما بعرفك اساسا سيباستيان شو بك؟ لك اي سيباستيان اي باستيان حل عني بقى وين جيتني انت؟ ما بعرف شو طلع فيي مزبوط يا شو بدي طلع فيك مزبوط؟ لك انا قاعدين تحت طنط ايفون دغري اي تحت يا خيي لا بعرفك ولا شيء ما شوف شو ما يرضيك حل عني بقى فكنا عم نحكي مع الانسه بعيد عمين معروف سيباستيان عم بقول لك مش انا طيب ما تاخذني اخ شليتي بعدين خلص قول بيخلق شهادة أو شربين؟ هو. لا يمكن بيخلق من الشبه 40 على كل حال أول واحد افتكرته ما جاب فيه الثاني طلع حقيقي حيغلط معي قال بقول لي أنت ما فايق لي لحظة ما أنت ما فايق لي أنت ما فايق لي ما راح أذكرك بالقططون فنوز حنايمك آخر شيء لحظة بالقططون فنوز مرة لعبت أنا وياك ولك أي برمز أي منهاز حل عني أحسن ما خليت النهاز كلها سوا بعدين ها أوعى تغلط معي عم بقول لك مش أنا يعني فتنا عم نشوف شغلنا هون طيب ما تاخذنا يا اخي بس نفس سبحان خالي يا خيي ما اسمه سيباستيان لا راح ولا اجى لا يا خيي مش انا صديق ابويا يسلم عليك ولك امي لو صديق جاي انت كمان تناخذ معه عم بقول لك مش انا جايبك من باريس عم بقول ما رايح على باريس ده جاي من باريس طب بعدين بحكي انا وياك خلص هلا قاعد مع لا ما بدي احكي معك حل عني انت وياك خلص موضوعك شايف بتعرف لو ما عندنا حل محترم لخبط اثنين بعد روق شوي طب روق شوي اقعد شوي انا فهمت عليك سيباستيان خلص انت رايح شي مره على باريس؟ لا يا عمي لا ما بعرفه ولا شايفه هلا بركي مسافر شي مره وناس انت متلاقى معهم ما بعدنا بحكي لك مسمى حالك هونيك سيباستيان ما مسمى حالي بشي ابدا يعني هالجماعه مغلبتين معي ابصر اكيد بس كثير بيعرف حاج عمل لي حالك هيدا على روح شوي روح روح تعمل لي حالك مش سيباستيان انا رح اذكرك بشغله انا وياك كنا هيك شي هالشغله بتذكرني اياك انت هيك ترى شو نزلنا على الفوايه مره وكنت انت موجود وطفنا كوكوليكو احمر وصلنا نلعب بتعرف كل هالاشياء انت عم تقولها ماني عارف شي منها ولا بعرفك ولا عندي خبر بشي حل عني عم بقول لك احسن لك حل عني احسن لك سيباستيان لك اي سيباستيان اي مرسيان حل من هون عم بقول لك طيب يا سيباستيان ها ما في خبز وملح ناسي انت خلص يا عيب الشوم بس يا عيب الشوم ما تواخذني مش حواسك بس خليك انت وياه هونيك احسن لك شو بتريد انت كمان؟ اعتذرنا منك يا خلص خلص عضو هنيك خلص اعتذر منك شريف
شريف طيب يعني لو بقصد. انا اكيد انه في صحبه قويه يمكن وانت ناسي لانه صحبة. لو ما في صحبه ما بيعمل هيك ما في صحبه هذا صار بيمزح وما بيلعب وما خبطني ثلاث مرات اربع مرات شو هنسيبها مزبوط لانه هيك صداقه كثير قويه بينك وبين ما في صداقه ما بعرفه ابدا ما شايفه تذكر بدك مزبوط يعني تيار اللي براسي اللي عم بنحكي ما شو متذكر ما بعرفه مش متذكر ابدا 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 ماني شايفه طب بسيطة لك انا ما تعصب هلا لكفيلي بقى ثابت هلا عمال بعمل عمل جديد اسمه عائلة ابو البلابل وبدأنا هيك بتصوير اسمحني اقول لك انه بلا اصل انت بلا اصل بلا اصل انت لو انت بلا اصل عايش انا وياك ايام بتعمل فيي هيك سيباستيان تسمحي لي لا طول بالك ما عليه روح يعني تعرف لا 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 يا استاذ شريف لحظة انا بخبر امك بكرة ها بس قال بخبر امي ما دام اللي منح عرفني انت ما عرفت وياه وياك مجلس ليش عم تقول في خبز وملح سيباستيان يا عمي عم بيقول ما بيعرفون وفي حل انت وياه من هون ما عم بقول لك روح حل من هون وياه خلص خلص يا اخوي ممنون بتعرفي انا ما بدي اشتغل قوم نطلع لبرا نطلع لبرا من احلى شيء نطلع برا لان هيئتهم بيقول شيء ما بديش نعمل مشكله بالمحل مزبوط انا ضاهر هيئتهم كثير سائلة يلا ماشي وراك عيب الشوم نزل طول بالك تعال نقعد هونيك بالشمسات هيك ما بيقربوا علينا اوكي صدقتك انه ما خبز وملح انا وياه نحن عم نخبط الزلمه هونيك نحن عم نخبط الزلمه هونيك وانت قاعد هون سيباستيان شو عم تخبط الزلمه هونيك ما بتعرفني انت وياه حلو ولاد وياه من اول على خبز وملح من حزيب قولي بالملح لحظه خلي شريف روح شوي خلينا انت يعملها